هاد الفيديو راه سبيسيال بزاف، دونك تبعوها من الاول للاخر، والنصائح راحو فيها من اول دقيقه لاخر دقيقه. دونك كونسونتيرو بيان باش تعرفوا واش تشريو باش ما تشريوش في التخوصو تاعكم. ديروا دي جام وروحوا تستفادوا. قبل ما نبداو لا فيديو البنات، حبيت نفهمكم في واحد النقطه بزاف مهمه في المسابقه اللي درتها بهدايا رائعه على جالكم. كاين بزاف بنات راهم يشاركوا يبعثوا لي المشاركات تاعهم في الانستغرام، لكن ما فهمتوش الشروط. البنات تروحوا للفيديو اللي فيه المسابقه، راكم نعدته لكم، تضغطوا على التعليق المثبت يديكم مباشره القناه الثانيه اللي فيها القنوات اللي تابونيوهم. تروحوا وين مكتوب شان يعني من الفوق قنوات وتابونيوهم بكل من الفوق للتحت، ماشي تلت قنوات اللي من الفوق برك. يخرجوا لكم كي تدخلوا القناه غير ثلاثه، ادخلوا نتوما وين مكتوب قنوات، طلعوا من الفوق للتحت كل القنوات، ابونيوهم وفعلوا الجرس عندهم باش تسمى المشاركه مقبوله، لان كي نديروا السحب رايحين نراقبوا كل الشروط، لانه كاين بزاف بنات ما فهموش راهم يابونيو غير ثلاث قنوات الاولين. دونك يا البنات باش كي نديروا السحب ما نلقاو حتى وحده مش مطبقه الشروط، وترجعوا للفيديو تكتبوا تمت المشاركه وطبقنا كل الشروط. وحد سعيد لكم بكل حبيباتي. السلام عليكم حبوباتي، نتمنى راكم بخير. الوغ هاد لا فيديو سي اون فيديو لي بزاف امبورطون، دونك كونسونطريو واش راح نقول لكم فيها. و افون تو هزو ورقه وستيلو كيما ولفتكم وكيما هدرت لكم دون بليزيوغ فيديو، بلي اول حاجه كتبعدو حين تتفرجوا لي فيديو تاعي سورتو لي فيديو غوسيت اي لي فيديو تاع تخوسو لازم تكون تنوطيو باش ما تنساوش، وقد ما تكتبوا الحاجه ترسخ في ذهنكم. دونك اول حاجه ورقه وستيلو اي اون كومونس. الو يا البنات نقولوا بسم الله، نتمنى راكم كامل بخير. اذا كنتي متابعه جديده مرحبا بك، ديريكتومون بلا ما تخمي ديري لايك وديري ابوني للقناه، لانها مستحيل مش رايحه تفيدك. دوك يا البنات الحاجه اللي حنهضرها لكم، الحاجه الاولى خلاص، هي انه الشورى ما راهيش هي الزواج. حنا وانا وحده كنت فاهمه بلي لازم ندي وندي وندي وتدخلوا في واحد الهوس هكذا، وبعد ترجعوا قد ما تشوفوا هكا تقولوا لازم نزيد ندي هذه، هذه ناقصه، هذه لازم نزيدها، اي سي با فريمون بيان. والله العظيم والله صدقوني ندمت، ندمت عمري على كل شريت وزايد، سيرتو الشوافين سيرتو القش. مالغري ماما عيات فيا بصح انا لا لا، منين نلقى نشري نوصي يشري، ولي ما خليت ما نشري. ودركا قشي راني حطيتو في 3 شوم، وصلت لدرجه من وصل العيد وهكذا ونسخف نشري دي نوفو موديل تاع كنادري وما نقدرش، باسكو راني عندي حوايج بزاف مازالو في لومبالاج مازالو اتيكتي وشغل خساره، حين يدي مودا وانا ما لبستهمش. دونك فريمون شريو بالمعقول، والهبال هذاك ما كان له، لانه ما ينفع ما والو، بالعكس حيضركم وتندموا عليه وتشوفوهم سوارد كنتو قادرين ديروا بهم حوايج بزاف اخرين. دونك واش اللي حنقول لكم يا البنات، والله سي دي كونساي دو كور اي دو سور ثاني، باسكو صرات لي ليا يعني، سي بور سا درت هاد لو سوجي. وكاين بنات اللي جيوني الانستغرام تاعي باي دو واي، ها هو الانستغرام تبعوني فيه، واللي عندها ميساج ولا سؤال تبعثوا لي رساله لاني جاوبكم، حتى لو كان مطول الله يبارك بزاف لي ميساج مي نجاوبكم منين نلقى الوقت. دونك ابعثوا لي في الانستغرام وتبعوني فيه، ندير لكم نصائح يوميا. كاين بنات تبعوني من اليوتيوب وعدوا الصديقات يصدقوني رجعت نعرف حياتهم يعرفوني بيان في الانستغرام. كاينه وحده قالت لي ميري انايا كنت ما نصرفش بزاف، وقلت كي نتخطب ما نديرش هذا الشيء، قلت لي الوغ كو درك راني نشري سون زاري، وقد ما ندي ويقرب راسي نتخلع ونقول بالك ما ديتش ونزيد نشري ونزيد نشري. قلت لي راني يعني دخلت في الهبال، الوغ كو سي فري اي تصرا لكم صح، تدخلوا في حاله ما تحكموش في روحكم فيها، لكن ارجعوا فيديوهاتي وتفكروا ديما باللي كيما نقولوا القادم افضل، باللي كي تزوجي حاس يخرجوا دي نوفو موديل، باللي كي حاس تشري حوايج جدد، باللي تبدل لاطاي تاعك، باللي راجلك ديكوفري كو تاعو تصح تشوفي حوايج جدد تشري جديد هكذا باش تفريني، وسينا راكم تهردوا الدنيا. اه والله العظيم هادو دي كونساي هكا خفاف بك قبل ما نعطيكم لا ليست، اي ما اي جايه لا ليست يعني، باسيونتيو هكذا باش تستفادوا تري تري بيان. ما نحبش نبدا نقول لكم طاف 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 هزوهم وطبقنا، حاب نمد لكم حوايج اللي فريمون يفيدوكم. دونك انا بوغ مو ا مون افي الحاجه الاولى اللي تشريوها قادره تكون من الشرط تاعكم، قادره تكون من صوار داك اللي مخبيتهم تخوسو، سا ديبون كل وحده ومقدورها. البنات اشريو الذهب، دوك ما تتخلعوش كي نقول لكم ذهب تقولوا ميريا يقول لنا شريو الذهب، وبيان سي نقول لكم شريو الذهب باسكو هو اللي تلقاوه وهو اللي تقابلوا به وهو اللي ما يدي موداش وهو اللي شدايد وهو اللي تلبسوه ديما. كي نقول لكم الذهب
كل وحدة واش تقدر، بصح على الأقل لاشتا ما تكمليش تخوسو، ركزو ما تكمليش شورتك وشري هادو، لأنه تخوسو هداك ومن بعد تقدري تكمليه، بصح ذهب ومن بعد ما مش كل وحدة فيكم راح تكون عندها لا شونس، دونك على الأقل شري سلسلة تكون في رقبتك، لاشتا خيط، المهم عندك حاجة في رقبتك، رقبتك ما تكونش فارغة. الحاجة الثانية شري في لايك دي بوكل دوغي يكونوا باهيين يعمروا لك ودنك، البنات على بالي يجيبوا لكم حنة على بالي، المهم ما قلت لكم شريو بالدوبل، لكن او مينيموم ما يكونوش ودنيك فارغين، لاش حتى حاجه خفيفه، المهم اشريو دي بوكل دوغي، واللي قدرت وقدرت تشري اون غورمات لبسها في الدار، ما تروحوش بيديكم فارغين، حتى ودارك وحدك، حتى مع عجوزتك، اي ايا كانت الحاله تاعك، على الاقل تكونوا هادو، لا تكونوا هادو عندك، على خاطر اكيد تقابلي الناس، دونك ما فيهاش ماشي حاجه كبيره البنات، اوليو تصرفوا صواردكم في حوايج اخرين، لاش تفرسيو عليهم وسلكوا بالعقل، المهم انويو. شوفوا حنعطيكم ان سوكري وراني حنكسبليكيه لكم في الدوزيام شان تاعي، كي تنوي الخير ربي يوصلك ليه، والله العظيم تعلموا ديروا النوايا في حياتكم، ولو كان رايحه تخرجي تشري حتشري كوتون ديسك، انوي قولي بان نوي باذن الله الرحمن ولا خير اي اسم من اسماء الله الحسنى اللي توفي قريب لقلبك، مثلا بسم الله الميسر انه ييسر لي نشري كوتون ديسك اليوم بافضل احتمال، والله العقل الباطن تاعك يسخر الكون كل باش يحقق لك هاد النية، راني حنشرح لكم مليح هذا الموضوع في قناتي الثانيه واسمها باذن الله، غير تبعوا لي فيديو فيها مازال ما بديتش نحط، وثاني ربي كي تعود نيه في الخير يسرها لك، دونك حتى كنت بالك 1000 فرنك ما عندكش ربي قال لك يرزقكم من حيث لا تحتسبون، كي يعود ظنك بربي مليح ربي يحقق لك ظنك، انا عند ظني عبدي، ماشي انا عند سوئي ولا عند حسن، عند ظن خلالك حريه الاختيار، مادام هديناك النجدين عندك عقلك خمي به هذيك هي اللي تمشي بها، انا عند ظن عبدي بي يعني واش ظنيتي في ربي اي يديره لك، وعطانا تاني مثال واحد اخر قالنا الظانين بالله السوء عليهم دائرة السوء، يعني الا كان ظنيتي بلي ما تقدريش، يعني انا كي اساتي الظن في ربي ربي يحقق لك الظن تاعك، صح ما تقدريش تشري، دونك حتى اللي تضلوا في لي كومونتير تقول لي ما عندناش اخدموا على روحكم ويكون بالسعي انويو وخدموا وربي يوفقكم، هذه خارج الموضوع لكن بزاف مهم على لا ليست باسكو لا ليست يوفقكم ربي ان شاء الله وديروها كامل كامل. درك نرجعوا لا ليست، اول حاجه قلنا الذهب يا البنات، واللي ما قدرتش خلاص وتهردت عليها اشري بلاكيور، لكن ما عندكش الاليرجي منه اشري دي بلاك، المهم ما تروحيش ودنيك ورقبتك فارغه، الناس يحقروا، واون بليس دو سا كي تحطي احجار كريمه وهدرت لكم على الفائده تاعهم، وزيد الذهب عنده ذبذبات يعطيك ثقه في نفسك ويزينك وكلش، شوفوا ما نكذبوش على بعضنا، الذهب يزين المراه، اون بليس دو سا قلت لكم ذبذبات كي تعتني بروحك وتعتني بجسمك ترتفع ثقتك في روحك ويرتفع استحقاقك ويعود يجيك كلش مليح، فهمتوني؟ دونك البنات اهتموا بروحكم، ديروا دي جومال، ديروا اعتني بروحك، ما تخلي حتى واحد يقول لك اعتني بروحك باسكو ما واحد راح يقولها لك، هذه الحاجه الاولى اللي قلنا عليها اكتبوها اشري بالذهب. الحاجه الثانيه قلنا على الاقل الشيء راكي قادره حاجه خفيفه، واللي قدر تشري اكثر ما تشريش الدرابيل القشوشات وشري ذهب، والله العظيم تندموا عليكم، نصور لكم حوايج تبكيوا عليهم حفنه دموع، يعني فريمون ما كلا. الحاجه الثانيه يا البنات اشري مع يكونوا عندك سوارد ولا يجيك شرط تاعك، اشري الفراش تاع الصالون، حنا في قسنطينه تدي الفراش الاول وتدي زربيه وتدي البدل، انا بوغ موا ادي فراش الاول برينسيبال، هذاك الغلافات تاع المطارح والمطارح نحيهم عليك في الاول ما تخليهمش مع الاخر، وشري التابي وحبسي، هذيك البدل كي تكملي جهازك كامل كما تقولوا نتوما حنا في قسنطينه نقولوا الشعره، تكملي كلش لقيتي عندك الزايد باش ديري تبديله خفيفه زرابه دوك تاع الكنابيات ولا هي ما لقيتيش ما ديديش سي با نيسيسير، وكاين اللي عجايزهم يقول لهم عندنا الضيق ما تجيبوش، دوك لا قالت لك ما تجيبيش نحي عليك حاجه تلقيها ليك، هذه الحاجه الثانيه، دونك شريو غير البرينسيبال وما تروحوش تشريو فراش غالي كيما درت انا، جبت شهر وانا وصاحبتي ندورو في البلاد طالعين هابطين، حوسوا على الموديل الاخر الموديل الغالي اللي ما دارتو حتى وحده لا كولا العجب بداك وداك الشيء زايد كل ما عنده حتى ما نشري حاجه باهيه بخيت ريزونابل، والسلام عليكم، هذاك التبوديع كل ما كان له، انا بوغ موا وكم بعد كل وحده حره في اختياراتها. حاجه ثانيه يا البنات روحوا للتصديره، عم بالكم بلي التصديره الخياطات يخرجوكم من حبل عقلك، دونك من الاول ديسيدي واش حديري وديروا المينيموم،
واحد قولوا لي قلنا لك ديري تصديرتك وما حبيتيش، ما حبيتش باسكو يا البنات ما نحبش نكون مثال سيء. انا درت البدخ، البدخ في تصديرتي، درت 3 تونو لي زايدين 3 تونو، كل قندوره ما طيحش على 7 ملاين وما كفانيش مام با الوقت نلبسهم. واش رايكم يعني باش نعطيكم لكم انا قداش تونو باش تقولي تقولوا لي انت تقولي لنا ما ديريوش وانت درتي. انا يا ما عرفتش نجيري وفزت بزاف صوارد، دونك ما نحبش نكون مثال سيء ليكم. سي بوغ سا ما حبيتش نحط لا تصدرتي، ما قدرت حوايج بزاف وكاين اللي ما لبستهمش مام با لليوم، صدقوني كانوا العناس يطيحوا ملي زوج تخلصوا العناس اللي ما لبستش خلاص قشي ومازالو جديد. كاين حتى اللي راهم بالسيلوفان كيما لا روب سواري كيما قصتها عند لا كوتوريير لليوم ما لبستهاش، ما عنباليش مام با كان تدخل فيا ولا ها. دونك الفساد بزاف ما كان له. الا كان قدرت تبقى طيفه تلبسو تاع وحده اختك ولا باسكو ما بقاوش يلبسوها وتقيله وخسرت صوارد. حنا في قسنطينه تشوي ما كان لها ديروها. لبسي تاع وحده واجده باك ديري واش تلبسي انت الحوايج تحبي تلبسي، قفطان باهي قندوره ولا مخدومه ولا كان زدتي كاريك ولا. والسلام عليكم وحبس والله العظيم سي دو غاسبياج. ديجا في العرس تبقاي غير تيكسبوزي على حاجه يا ميهمكش يقولوا دارت ولا ما دارتش، كنهضروا عليك اول حاجه شبعي فرحه هضروا عليك، راهم داو ذنوبك نحاولك ذنوبك ومدولك مدولك حسناتهم ونحاولك سيئات ما كان له الفساد. هذه الحاجه الثانيه البنات. لا هذه الحاجه الثالثه اللي قلت لكم. الحاجه الرابعه من ورا ديروا تصديره وتحطوها تخيط وروحوا ديروا الفراش تاع لا شومبغ. والفراش تاع لا شومبغ انا درت فيه الهبال دونك سي با لا بان. درت لكم اللي قاعدين يقولوا لي من قبل لا يستعد الجهاز وحنا نقولوا تاع الشاره تاع تخوسو، درت لكم دو فيديو عليهم راهم في قناتي دخلوا بك وين مكتوب فيديوهات تحوسو تلقاوهم دونك بزاف بزاف مفيدين. الفراش تاع لا شومبغ ديري فراش برينسيبال ما ديرش فيه الحجاج ديال العقاقيش، ديريه سام كوفرتا لي دغا ملاح كتردي و 6 7 هكداك وخلاص، ما تكثروش بزاف لي ان كوفغولي ولا زوج رومونتيك دي كولور دوس وخلاص، يعني ما ديروش هذاك الهبال صدقوني يا البنات غير ما كان له. حاجه اخرى هي البنات حبيت نزيد نقولها لكم قبل ما ننسى، اني مدارت لكم دي كادو يعاونوا بزاف العرايس والله العظيم دي كادو رايعين لي زاباري شوف سيغ. اني كل يوم نهضر لكم على المسابقه على خاطر حبيها حبيتكم صح تستفادوا منها، على خاطر المسابقه كيما درتها حبيت نعاون بها شفتوا العرايس. يعني كاين لي باك تاع الكوزميتيك وكلش، كاين بزاف حوايج ملاح لي بارفان او سي دي بارفان انا مجربتهم يعني صح ملاح. دونك حاولوا كامل تشاركوا في المسابقه حتى وعندكم ماكم خاسرين والو، يعني سيو بارتيسيبيو وابونيو كامل لي شان لي كاينين، يعني دخلوا لقناتي روحوا للتعليق المثبت تاعي هنا تلقاو الرابط المباشر للقناه، هذه اول حاجه تدخلوا فيه. قناتي الجديده روحوا من الفوق وين مكتوب فيديوهات ابونيوهم بكل من الاولى للاخيره يعني مش الفوقانيين برك، وفعلوا الجرس تفرجوا شويه فيديوهاتهم وخلاص ماشي حاجه صعيبه. اون بليس قنواتهم تفيدكم يعني رايحين تستفادوا منهم وحين باذن الله تربحوا بكل، يعني كاين عدد كبير من الرابحات. هذا مكان وهاد القنوات الثلاثه اللي حطيتهم لكم هنا هما قنوات انا راني مادام حطيتهم في شروط كل مره نشوف معاهم شوف واش مديت لكم تابوني. والله قنوات تعليميه مفيده جدا، كاين بزاف حوايج استفدت منهم انا راني كل ما نستفيد حاجه نجي نهضر لكم عليها. دونك يا البنات ابونيهم شوفوا هاد لي شان 3 راني كل مره نديكوفري معاكم انا لي شان ونحط لكم. دونك هادو الثلاثه بزاف ملاح شوفوا القنوات تاعهم متاكده يفيدوكم. فوالا شتوك فديما نخرج على الموضوع نزيدو نقفلو قوس نعاود نفكركم. قلنا الحاجه الاولى نشريو الذهب، حاجه الثانيه فراش تاع الصالون، حاجه الثالثه تصداره، وحاجه الرابعه فراش تاع لا شومبر، حاجه الخامسه هي البنات قنادر تاع وقفه ديروا ثلاثه اربعه. قنادر وقفه معناتها قنابر تاع عرضه تاع اوكازيون تاع باغ اكزومبل يجيك ضيف ولا يعرضوك انتيا ولا عندكم كيما نقولوا حاجه خفيفه انيفرسير ولا باك قهوه، المهم حاجه هكذا ديروا قنادرات ملاح. وحطيت لكم بزاف دي موديل وانتوما كل وحده تشوفوا واش تلبس ليسونسيال، ديروا قنادر وقفه ملاح وهزوهم يعني هادو وما تندموش عليهم. قنادر الوقفه في البيان ومش تكثروا، قلنا كلش في المعقول كلش نديروا الاعتدال الوسط. الحاجه اللي هدرت عليها من ورا قنادر الوقفه هي البنات روحوا ساعه ديروا القش، القش تاع الدار، القش تاع الدار كيفاه قنادر وبيجاما تقسموهم على حساب لا سيزون. لكن حال تزوجي في الربيع كثري من قش الربيع والصيف والشتاء شويه، كي تزوجي وشري قش الشتاء ما تكثريش منه. ولا تقدري تحبي ما تديش خلاص دي غير مثلا اون توني زوج وكاو يبرد الحال باسكو الحال يتقلب، والعكس صحيح لكن كنتي في الشتاء ما تديش تاع الربيع وهذاك. فهمتوني يا البنات نتمنى تركزوا بزاف في هاد النقاط. دونك القش تاع الدار
ومن بعد الا كان كنتي خدامه ديري ليكيليبغ، القش تاع برا القش تاع الدار تشوفي انت واش تحتاجي اكثر، ولا كان كنتي مش خدامه دي شويه القش تاع برا الا كان عرضوك باش تخرجي، باسكو ديما كي تروحي عروسه حيديروا لك سكانر من الفوق لتحت، دونك دي شويه دي تونو شويه حطه باهين، دي قش باهي ما تديوش باك تشوفوا لي سولد تروحوا تشريوا على جات لي سولد، باسكو السولد راهو يدير الرغبه عند الانسان انك تشري، هذا سي دو ماركتينغ. يعني حندخلكم في الماركتينغ على بالكم، نحب ننصحكم اسو بوا يتخلطوا لي لي سوجي، يعني ندخلكم بزاف مواضيع، دونك كي تشوفوا لي سولد ما تخلعوش، شوفوا سير كاليتي تاع الحال. هذه نصيحه اخرى. نزيدو نروحوا الحاجه اللي موراها، الساع كي تشريو القش والتصديره وهذيك باش تشريو الصبابط، على خاطر الصبابط توجور تشريوهم اسوسي مع لي تونو، دونك ما تلبزوش تخيروا تخلصوا القش باش تشريو الصبابط حتى تلقاو السولد. والحاجه الاخيره اللي هي لي كوزميتيك، وبربي ان شاء الله قلت لكم اللي تشاركوا في المسابقه ومازالوا جايين مسابقات بزاف 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 بزاف، ان شاء الله تربحوا، ان شاء الله من عندي ديروا الكوزميتيك، وعلاش لا، انا راني نحاول نساعدكم ونفيدكم قد ما تكون في دي اوكازيون، والله ما نبخل عليكم. كوزميتيك هو الاخر على خاطر يتبيريما ماكسيموم تاعهم 12 شهر، يعني عام قادره توخر عرسك، قادره كيما دو كورونا يعني حتى تقرب عرسك خلاص باش تشري الكوزميتيك، وتزيد يخرجوا لي مارك وتبدل لابو تاعك وحالتك حاله، يعني كوزميتيك هو الاخر خلاص مع لي بارفان هما الاخرين. فوالا يا البنات، نتمنى تكون الفيديو فادتكم، والله من قلبي نعطيكم في النصائح، ونزيد لكم حاجه باك الاخرى، ديما نقول لكم مهما ما يكونوش عندك ربي يقدركم بكل، وعن بالي الشهرة صعيبه يا يعني بنت سلال كيما قلت لكم، وما تكفيهاش تخوص وكون يعطيوها خزينة الجزائر تفلقها، حنا ننسى نصرفوا نصرفوا ما تقولوا ليش، دونك تعلموا تصرفوا غير للحاجه، وندير لكم ان شاء الله اللايف تاع الوان الداعمه، ونعود نجيبكم سوارد، وكاين ثاني فيديوهات اللي حنعاونكم بهم بزاف بزاف، غير بقاو متابعين، ونحب نسبه المشاهده طلعوها باسكو ما تشوف فيكم تفرجوا بزاف، وبارطاجيو لا فيديو دونك حتى لافان، لكن استفدتوا لو كم معلومه صغيره، دعيوا لي دعوه مليحه من القلب، ديروا دي لايك عليكم على الفيديو اللي كان عجبكم، بارطاجيوه نعول عليكم، الى فيديو بزوات البنات.